السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي من ضمن نفسه الرايت انبوت تيبل. خلصنا احنا الوذر ستيشن، هسه ننتقل للخطوة الثانية رايت سوات انبوت تيبل. تمام، حتى تصير هاي الخطوة بالضبط شنو نستحق نسويها؟ يعني اول شيء نحتاج اهم فقرة، بالمناسبة احنا ذني كلنا يتفعلا باللون الاحمر، انا لان كملت الخطوة يتفعلا باللون الاحمر، فلازم تضغط هاي، تضغط هنا سلكت ال. تمام، حتى يسوي لك كرييت التيبل لازم تتاكد من خطوه كلش مهمه. بس خلينا ننزل الشريط المهام، اقول لان هاي الخطوه كلش مهمه، يعني هذا اذا ما صار معناها راح يطلع لك ايرور. هسه ان شاء الله راح تكون واضحه. من ننتقل هاي الخطوه اللي هي خاصه بالرايت انبوت تيبل اللي هنا، هاي الخطوة كلش حساسة تجاه الوقت الخاص باللابتوب، يعني لازم أول شيء تضبط الوقت اللي باللابتوب يكون صحيح كتايم أور وكدا، يعني شلون مثل ما نقول التاريخ، ولازم يكون الاثنين باللغة الإنجليزية اللي هي الإنجليش ممتايد ستيت ريكومندد، هي هاي اللغة المطلوبة لأغلب البرامج إحنا كنا نعرفها باللغة الإنجليزية، فلازم تتأكد من هذا الموضوع لانه ما راح يتنصب. طيب لو ما كنا متاكدين من ذني، يعني انا الخطا اللي طلع لي كان مضبوط هذول لكن باللغه العربيه، لاحظ الخطا اللي يطلع لك لو كان انت هذا الشيء ما مفعله، شنو الخطا اللي يطلع؟ لاحظ الخطا اللي يظهر لك لو كنت انت ما متاكد، لاحظ هنا التاريخ القديم مال اللابتوب كان 5/8/2022 لكن بمن؟ باللغه العربيه. الاول التايم اوكي كان باللغه الانجليزيه ومضبوط، لكن فقط كان التاريخ مضبوط ولكن باللغة العربية، لكن شوف شنطاني خطأ. فهاي البرامج تكون حساسة، يعني خاصة من توصل مرحلة ترنان لموضوع التايم، فلازم تتأكد من التايم مال اللابتوب. يعني أنا كنت التايم مال اللابتوب لأنه باللغة العربية طلع لي هذا الخطأ. Conservation from string اللي كذا is not valid، غير متوفر، فلازم تغير. فلاحظوا هاي كانت كلها باللون الأحمر، هي أول ما تظهر لك القوائم ديش كلها باللون الأحمر، فمن تعطيها select all راح يقول لك اوكي، يعني حيمشي لك اياه، لكن هذا الخطا انه لازم ما يطلع لك. فشنو سبب هذا الخطا؟ هو هذا التاريخ. بالمناسبه كلهم يكون باللون الاحمر، بعد ما تقول له سلكت ال راح يبدي يشتغل منه البولدن فيجر تيبل. تمام، فبعد ما تنتهي هاي الخطوه تخلص، يعني مثل ما نقول هاي الخطوه سنلغيها منها، نلغي ايضا هاي من هنايا، نرجع للبرنامج نفسه. لاحظ هسه نرجع للبرنامج نفسه للفايل، بعد ما ننطي نتاكد من مثل ما نقول التايم ونتاكد ونسوي سلكت ال، راح هنا هذا الفولدر بالاخر يعني اللي يكون اسفل الداتا اللي طالعه يملي باللون الاخضر، يبلش ينطيك كومبليتد لوحده وحده وتمشي بالسرعه. هذا شنو الغرض من عنده؟ دا يسوي لك داتا بيس للتيبلات اللي هي خاصه بالسويل داتا، الوذر جنريتر داتا، الصبيزه استعمال الاراضي حتى يعرف على اساسه الووتر يوز كيف راح يكون، مثلا المناطق الزراعيه راح يكون اكثر مما بالمناطق السكنيه، الهيدرولوجيك ريسبونس يونت على اساسه راح يحدد الدرينج داتا، الشانل او الريتش الرئيسي الخاص بينا، الجراوند ووتر داتا شو اقصد بيها؟ شقد مقدار الماء راح يتسرب فقط للمياه الجوفيه، ما راح يخوض بعمق المياه الجوفيه، لان هو اصلا هذا البرنامج سيرفس رن اوف. الوذر يوز، الووتر يوز داتا، المانجمنت داتا، السويل كيميكال داتا اللي خواص الكيميائيه الخاصه بالتربه، الباوندد اللي هي المساحات المائيه، الستريم ووتر كواليتي داتا، فيعطيك هاي البيانات كلها. اخر شيء الووتر شيد داتا والماستر ووتر شيد فايل، يعطيك اياها كامل. فمن تعطي كرييت تيبل راح يبلش كل الالوان اللي باللون الاحمر كانوا موجودين يتحولون للون الاخضر. تمام، بتقول لك كرييت تيبل، بعد ما انه تقول لك كرييت، بالمناسبه من تقول لك كرييت تيبل راح يقول لك يوز الوذر داتا بيس اللي هي باليو اس اونلي، نعم يقول لي يس. ها طبعا لان سويتها اني، يقول لي تريدين تعيدين الخطوات مره ثانيه لاخراج يعني البوينت، مجرد انه الاعاده راح ياخذ وقت طويل حتى يحول لك ذني الى كومبليتد، مجرد هاي هي. ثاني نفس الموجودات تقدر انت تلقائيا تعيد الخطوات. تمام، فهاي الخطوات قدامك تقدر تسويها وتفعل هاي الخطوه، وبالتالي مثل ما نقول احنا نكون بهاي المرحله
انتهينا من خطوة يعني اللي هي خاصة بالرايد. أهم خطوة بيها أنه تتأكد أنت من الوقت الخاص. وبالمناسبة ما ننسى مع كل خطوة تكملها، كملنا الوذر ستيشن، كملنا الرايت سوات داتا بيس تيبل، أروح للسوات بروجكت وأنطي حفظ، لازم أحفظ حتى خاف أنه يصير يعني خطأ ما في أحد الملفات، فأقدر أنا تلقائيا أتلافى هذا الخطأ أنه الملفات أو العمل اللي دا أسويه كله محفوظ، فأروح على سيف سوات بروجكت، سيف سوات بروجكت. إن شاء الله تكون محاضرتنا هذا اليوم أيضا مفيدة لكم، وأيضا أحد ضمن سلسلة إكمال برنامج سوات. نلتقيكم في المحاضرة القادمة، دمتم بأمان الله وحفظه.